يوم تاريخي بامتياز، يوم مشهود بمدينة بومنداس، وهو يوم احتفال واحتفال بالبطل المغربي عبد السلام المامون. إذا فهنيئا لنا جميعا، ليس فقط كجمعية الأخوة بل جميع جمعيات المجتمع المدني بما فيهم المجتمع السياسي كذلك، فهنيئا لنا جميعا وتصفيقتكم بطبيعة الحال للبطل بسم الله الرحمن الرحيم. أكون كل تشكر كل شيء وفنسكم الزنا راه خطاب راه نتيني الاهداف تاع هذه راه نتفول شيء وفن ماشي وين ويا وحدي وي. ايوا اختي دوين نيتي انا يندي دونا ديال غورونا يدني شي غورونا اش خاطر المهم هذا ديال نخش الاعداد ان شاء الله ماشي خص الاعداد تاع السؤال وانت هذو خصهم الاعداد ان شاء الله سنه الالقاب الوطنيه ان شاء الله الالقاب الدوليه ان شاء الله. سميتي ايمن يعقوب، تنشكرو بزاف عبد السلام المامون اللي دار اللقب ديال بطولة العرب لتنين العرب بطل المغرب، وتنهن حيت خاص نزيدو حنايا مزيان وهو يزيد مزيان باش يشجعنا ونشجعوه. هو المدرب ديالكم؟ انا كعضو من الجمعيه تنشكر الاباء ديالي اللي شجعوني وصافي وتنهنئهم. تنتمنى حتى انا نكون شي بطل غير ديال المغرب ولا ديال العالم. شكرا. عبد السلام المامونيك كما لا يعرف الجميع فهو مدرب وحكم وطني كذلك، لهذا يدرج ضمن قائمة أساتذة الرياضة بامتياز. فهذا الإنجاز ليس بالسهل، يعني أن يكون لديك في مدينة مثل مدينة بومنداس بطل يعني مغربي، وإن شاء الله نأمل أن يكون بطل عالي. اسم رقيو يعقوب، ثانية بكالوريا. أنا من المستفيدين من هذه الجمعية اللي يعني اللي شارك فيها هذا البطل العالمي واللي هو المدرب ديالي واللي هو اللي ساعدنا بزاف باش نحصلوا على مجموعة من الدبلومات ومجموعة من المساعدة نتاعو باش حنا وصلنا لهذا القيم. كنشكروه بزاف وكنشكرو حيتاش ساعدنا في مجموعة من الحوايج وساعدنا يعني باش نوصلوا لمجموعة من القمات وكيشجعنا حنا، يعني فرحانين دابا بهذا اللقب اللي جاب لي هو بطل العرب في تنين العرب. وحنا المهم كنشكر واحد رغم الإكراهات والتحديات اللي تعترضت السي عبد السلام، رغم ذلك حقق نتائج إيجابية كما قال السيد. والجمعية متواضعة اعترافا بالجميل للسي عبد السلام اللي رفع الراية ديال المغرب في المحافل الدولية، وكتبقى ديما مساندة إن شاء الله السي عبد السلام في جميع الخطوات ديالو ان شاء الله في المستقبل. وهنيئا مره اخرى للبطل وشكرا. شكرا بزاف وان شاء الله الرحمن الرحيم بغينا يكونوا ابطال عندنا وطنيين عربيين دوليين. الحمد لله عندنا طاقه بشريه في المنطقه اللي عندنا مشكل فيه بسيط، ماشي مشكل وانما ربا نقدر ما نسميوهش مشكل بهذه اللغه حيت لا سميناه مشكل غادي خرجوا في المتاع اخرين. المهم اللي كنتمنى هو يكون الدعم المادي والمعنوي باش الابطال ديالنا ان شاء الله نرفعوا رايات ورايات ورايات، رايه واحده راه ما كافياش.
الحمد لله بغينا نمشيو للقدام عندنا طاقه بشريه كاينين الدراري الله عمرها دار بخير تيخدموا مزيان كاينين امثال كما قلت لكم ماشي انا هو البطل في المنتس كاينين ابطال يقدروا يحققوا مراتب ما غاديش نحققهم انا غير كما قلت لكم توفروا لي ظروف توصل لهذه المرتبه المهم الحمد لله راه بغينا الرياضه تزيد للقدام وخص التشجيع يكون ان شاء الله الرحمن الرحيمين وكما قلت لكم راه ما كنستني حتى شي واحد من هذا التكريم كنشكركم جميعا 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 كلشي منطقه بومندات بما فيها السلطات بما فيها فاعلي الجمعويين وبهذه المناسبه كنشكر الاستاذ ديالي ابراهيم بن ابراهيم الشعب السلام والممول اخوي طال اللقب غديوي شرفه بهرة ينو مزيغ غديوي اللقب العرب شرفه بهرة دعني مثل ينو مزيغ مصر يوي غادي اللقب اموي اللقب نعب السلام والممول دي فكر الانتصار حقق الملك شونك في الفراعنة يعني ينو مزيغ غديوي اللقب العرب يعني انه غادي تشرف بهرة هاري تمثل شمال افريقيا كلشي سواء الكناري تنمية 2016 رسم السينما بريدي. Je m'appelle Hicham Issaoui, je suis étudiant à la faculté polydisciplinaire de Ouarzazate et un ami de Abdeslam Oul Mamoun. La compétition sportive qui s'est déroulée en Égypte le 24 au 1 février aux gens sportives de montagne et dragon arabe a fini par la victoire de notre cher champion talentueux Abdeslam Oul Mamoun. Qui a pris cette occasion finalement pour bien représenter tous les jeunes sportifs de sa ville natale, précisément à Boumendats. Ce dernier a déjà participé à pas mal d'activités sportives en faveur des jeunes comme lui afin de les encourager pour mieux montrer leurs compétences. Et à ce point-là, je tiens à transmettre un message aux responsables afin de donner plus à ces jeunes sportifs de construire des salles de sport et pour mieux les aider et de leur donner une chance pour montrer leur capacité, leurs compétences à tout le monde. Voilà. السيتري ينوس يرفع سي المامون ينتحدي خطر يورديات المسؤولية خطر في مزير يعني يسي مكان نكني أنستمر يعني الجود تغسكر تعطي تعديقر المسؤولية تعديقر يسي مكان نكني كمجتمع مدني كهيئة سياسية أدي سندوس القدام نغطقنا ديانية تات القاتلة تنقالو تات نباين دي محن الدوم بس الغاتيني دي دغي هو يجي إخصاء جمعية المجتمع المدني، المجلس البلدي، المجلس الإقليمي تنغير، وجميع جمعيات المجتمع المدني ديال إقليم تنغير بصفة عامة، أن يفوز كفوز باش أن نسولو السي المامون إلى القمة، وكذلك الكتاكيت، يعني قمت غمزان أو دنيتني خصها هذا السي المشعل البلد. كما كذلك نشكر السلطات المحلية بما فيهم الدرج الملكي. تقديد بطل المغرب في اللايت كونتاكت لعبت فول كونتاكت الحمد لله تكون بطولة وطنية ديال طاي بوكسين والحمد لله نتوفقوا وان شاء الله الرحمن الرحيم في بطولة اوروبا ان شاء الله اللي غتقام في فرنسا شهر 3 ولا 4 ان شاء الله باقي ما عرفناش المستجدات الحمد لله تكون شي نتيجة مفرحة ان شاء الله وهذا الاعذار كنهدي لكم جميعا منطقة بومندات كلها وشكرا بزاف ديال المتميزين وتقديم الدعم المعنوي لهم لتحقيق الانجازات المحليه والعالميه قامت اليوم جمعيه المعهد العالي كونغفو ببوماندات تحت اشراف الرئيس محمد خليل ومنخرط الجمعيه احتفاليه رمزيه لتكريم ابن مدينه بوماندات عبد السلام والمامون البطل العالمي في رياضه الطاي بوكسين
وسأوضح أن منطقة بومندات بصفة عامة تزخر بالعديد من الطاقات الرياضية الشابة التي يجب تأمين متابعتها وصقل مواهبها حتى تتمكن الرياضة الوطنية من صنع أبطال عالميين، كما أدعو في هذا السياق إلى ضرورة إفادة المزيد من الرياضيين في مختلف الاختصاصات إلى الخارج بهدف فتح المجال أمامهم للاحتكاك بالأبطال العالميين بما من شأنه أن يساهموا في تطوير مؤهلاتهم. وأتمنى للبطل عبد السلام تحقيق المزيد من الإنجازات وحصد ألقاب أخرى، كما أدعو له بالتوفيق لأنه قدوة في بومندات يحتذى بها في الإرادة والتصميم المتبرع. والسلام عليكم ورحمة الله. عائشة شاكوش مدربة نتلتمين، هي العضوية للجمعية عن الأخوة الطيب والقصير والرياضات والتنمية. تشجع توتمين هاد الدون البنت صورة حلات شكر عبد السلام والمامون حققنا يد على الإنجاز. هي بطل العرب شكرا 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 المرتبة ستة تربت الحمد لله. المهم شكرا 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 الحمد لله. ونك تغي المدربة هي غدا تمنى توتمين تدون تترينين أشكر الرياضة يا مهمة توتمين سوى تينا يضعفن سوى تينا يجين سوى. المهم الرياضة مهمة للصحة الجسم العقل السليم في الجسم. المهم بغيت لغوري كنشان 40 تنطط دغوري إلا نجي للصال أنا تشجعت يا رياضة من تدون تترينين أشكر قد كنت محول هنا انت التلفازة هنا انت المشاكل انت دارت الروتين كل شيء كي تشجعت انت هاد لعبة انت الرياضة السوسيو الرياضي مركب السوسيو الرياضي. مصطفى يوراغين مدرب كامل الأجسام أمتى كنا البطالة عبد السلام والممون تغرب حني يمصر يرياضة التنين العرب أنت نام تأكلنا تأكلين ويا الروح الروح نكتيت سيتمون نكتيت سيترينين كانوا صغار. عبد السلام استطاع يربح البطولات يتقام لأول دورة مصر رغم أنه لن تغرس شان إكراهات لن تغرس شان المشاكل قبل يدو. المهم ما بينهم ترونسبور نس المبيت نس المسائل ناوك يتعلقنا وكسوينا. المهم نستطع نكوني أنا نستشير الحلي وينا قال لي دا عبد السلام نشجعتها نشجعت التليفون نشجعت الانترنت نشجعت الميساجات كل شيء اللي استطاع يفوز. نتمنى هذا التصويت ان شاء الله تكون الاكراه تورسي لنا تكون مشكون ماشي غير انت الابطال اثنين غير انت يا زينت نيتي القدوه هي الابطال تزيد انا اثنين ان شاء الله تنقابل نسكن الدعم تنقابل العماله البلديه على جلا المغرب كله تتظن غير البال نكميز المنطقه هي مشكون منطقه الا يسير الجو حلان الا يسير يعني غيتساعد الابطال يرانا يسير يقدم الزرايا للمغرب هزان ونا الشرف نتمازيات نتنسى في لا. المهم نتمنى نتسلو تم ان شاء الله زيد انت زيد انت زيد نادر البال سيطر المسؤولين خاصه زيد نادر البال ابطال زندويت ارد هنا غنتاكلين وتم تاكلين ويا عبد السلام روح بالروح. شكرا. سمير حافظ دفاع الجمعوي بهذه المناسبه تنهنيو عبد السلام بطل المغرب في رياضة التنين العرب تنشكروه بزاف وكأنه كيدرب في السوسيو الرياضي تنشكروه بزاف ملتزم وجدي في العمل ديالو وتحترم التوقيت التلاميذ ديالو تاعتهم بزاف ديال التوجيهات ديال الإرشادات. وصراحة عبد السلام مامون قدوة للشباب في مدينة بومندات تنشكروه بزاف وتنتمناو ليه التوفيق في البطولات الجايه ان شاء الله. وتنشكر الجميع وتنشكروا كل من سهر على تفعيل هذا الحفل الطيب والشكر للجميع. ويعني بالنسبه للمنخرطين عند عبد السلام تبارك الله عنده التلاميذ وذكور واناث عندهم سن كاينين من 45 عام لست سنين نقول لست سنين يعني تشجعوا بزاف تيشجع الدراري بزاف باش يمارسوا هذه الرياضه. وصراحه تنشكروه بزاف وتنهنيوه من هذا المنبر تنشكروا
الاعلام بخصوص لتيواك جميع التظاهرات المقامه ببومان. اسمي نور بصر عبد الرحمن، العضو الجمعيه الاخوه للمسنون الرياضه والتنميه. تاكلنا الاستاذ السعد السلام والمامون، المهم اي تغني ولا السعد السلام تزوري كانت بطولة وطنية لازم تدو دعما شخصي وليس تكاو ديان اللي نقول الحمد لله سجن بنسى دان تيني داي تصراف جن بنس وليس تكاو ديان اللي تدو اللي نقول بطولة عربية لان تغرس لغرس المشكلة مادي المهم ليش تزور اللي جيري الغال بطولة يمكشش عندي متكال أثناء الشهر من برد امتكلت الشعان الناس تغراد اللي جدا الحمد لله اللي حقيت غني بولا ديت غير أمتناشد الجهات المعنية أدعون تتمشي تشرب بالأبطال يشرب بالطاقات يشرب بمشي تنتجر البطل يمشي تغنى ولكن تدومنا مريج نقول الظروف المادية يحبسي غلطي غردي بدوري كذلك أشكر يعني جميع الإعلاميين الذين يبلغون رسالات جمعية المجتمع المدني وهم كذلك بتغطيتهم يصل صوتنا إلى جميع الجهات المناشدة، فهذا إنجاز كذلك لأن التغطية الإعلامية أهم من كل شيء. من هنا أشكر من هذا المنبر أشكر مؤسسة بلد أنفو التي تساهم في تغطية ونشر جميع الاحداث في مدينه عمان. الله عليك.